السلام عليكم. في سؤال جاي بيقول ايه الفرق بين النافس وركس والسينكرو، وهل هما برنامجين متطابقين ولا الاتنين بيكملوا بعض، يعني لازم اشتغل بالاتنين؟ طيب دي برامج محاكاة. يعني ايه محاكاة؟ بتضيف البعد الرابع. يعني ايه بتضيف البعد الرابع؟ يعني ما بتصنعش الموديل، لا ده هي الموديل بيجي من برامج تانية جاهزة، وانت بتبدأ تضيف او تربطه ببعد الزمن، تمام؟ سواء بالبرومافيرا او الام اس بروجكت، تاخد منهم الزمن وتربطه بالموديل، بحيث بدل ما الموديل ثابت، لا بيبدأ يطلع دور دور قدامك، او بيطلع جزء جزء جزء. يعني مثلا الاعمدة الاول، وبعد كده الحوايط، وبعد كده يعني بتبدأ الاجزاء تبدأ تظهر، تمام؟ سواء نفس وركس اللي هو شركة اوتوديسك، او سينكرو، او اي تي دبليو او، او فيكو، او بنتلي نافيجيتور، كل دي برامج بتعمل محاكاة، تمام؟ وبيعملوا محاكاة، والشركات لقت ان هو بيتجمع فيه المعماري والانشاء والكهروميكانيكال، فقالت لك طب نعمل فيه الحصر بالمرة، طب نعمل فيه حل الكلاشات. فبقت البرامج دي بتعمل كذا حاجة مش مجرد محاكاة. طيب لو مقارنة كده بنقارن بينهم، الأسهل في التعلم السينكرو أسهل بكتير، زائد ان لو حد بيفهم في اداره المشروعات هيلاقي الموضوع اكتف معاه اكتر، وبتقدر تعدل بسرعه وتقدر تعدل هنا، فبتحس بالفرق. لو انت شغال على نفس وركس بس، هتحس ان هو في كل المزايا والدنيا واوا، بس لما تجرب برنامج تاني وتالت ورابع بتحس اه لا ده في فرق، ده في ميزه كانت موجوده في برنامج تاني بس انا ما كنتش واخد بالي منها، تمام؟ فالسينكرو في بعض المزايا حلوه، سهل، الواجهه بتاعته اسهل، بيديك خيارات وانت بتعمل ادراج لاي ملف، ممكن تكتشف بعض المسار الحرج، تكتشف بعض المشاكل، تمام؟ فهو اكثر سهوله واكثر قدره على التعلم، قدره على المحاكاه. السينكرو يفوز في النقطه ديت، تمام؟ الحصر يفوز بيها نفس وركس. وقت المحاكاه السينكرو اسرع، تمام؟ البرامج التانية مفيش حاجة فيهم بيتفوق على سينجرو ونفس وركس، هم دول التوب دلوقتي. جودة المحاكاة نقدر نقول في جودة المحاكاة نفس وركس، بس في نقطة إن مفيش إمكانية إن أنا أصدر الفيديو بتاع الجدول، أو أصدر الجدول الزمني المرتبط بالمبنى لبرنامج من برامج الريندر زي 3 دي ماكس. بمعنى انا عملت الفيديو اللي هو الحاجات بتبدا تتكون، بس انا مش عايز اطلعه اي في اي وادخله على 3 دي ماكس، لا انا عايز اطلع المبنى كتله مرتبط بجدول الزمن، بحيث اول ما يدخل في 3 دي ماكس يدخل كتله ومعاه الجدول الزمني، بحيث لو انا عايز اعمل رندر بطريقه افضل، او ان انا ادخل عنصر تاني، يبقى الموضوع اسهل. الموضوع ده مش متاح في النفس وركس، متاح في السينكرو. يعني مع ان ال 3 دي ماكس تبع اوتوديسك ونفس وركس تبع اوتوديسك، بس للعلم اوتوديسك ما بتبرمجش حاجه، تقريبا برمجه الاوتوكاد بس، وبقيه البرامج بتشتريها. فهي حتى لما اشترت الريفت، حتى الان في مشاكل لما تيجي تعمل ادراج للاوتوكاد، يعني المشاكل اللي بتحصل لما تيجي تعمل ادراج للاوتوكاد جوه الريفت اقل اكتر بكتير من المشاكل اللي بتحصل لما تعمل ادراج للاوتوكاد جوه الاركيكاد. الاركيكاد مشاكل فيه اقل. طيب القدرة على تصدير البرامج، تقريبا كل البرامج 10/10 مفيهاش مشاكل خالص، تقدر تصدر فيديو، تقدر تصدر اكس ام ال، وتقدر تصدر كل الميزانية اللي انت عايزها تقدر تصدرها، تمام؟ طيب نقدر نقول ان البرامج دي ممكن تقعد تتدرب عليهم كلهم، بس انت في الاخر بتختار واحد فيهم هو اللي تشتغل بيه، وممكن يكون تلاقي ميزة هنا ومش موجودة هنا، فتعتمد على ده في بعض النقط وتعتمد على ده في بعض النقط. يعني ممكن تحتاج مثلا النفس وركس في الحصر مثلا، والسينكرو تقول هعمل بيه مثلا المحاكاة، تمام؟ بس بعرف ان ما ينفعش ان انا ابدا شغل في واحد فيهم واقول لك اعمل على التاني، ما بيتعاملوش مع بعض، مش معمولين ان هم يشتغلوا مع بعض، تمام؟ انا شخصيا بفضل السينكرو، بس خلينا الصراحة النفس وركس فيه ميزه ان انت بتضرب كراك وحاجات زي كده، وبتنزل نسخه تجريبيه 3 سنين. هو بيعتمد ان الشركه هتشتري، يعني لو انت شخص شغال في شركه في مشروع صغير، او شغال مع نفسك، او بتتدرب، او واخد سبوبه تحت السلم، مفيش مشكله، طب نسخه تجريبيه واشتغل عادي من امشك خالص. بس سينكرو ما بيدكش نسخه تجريبيه غير شهر، وبعد كده بتتقفل وتلاقي نفسك ما كملتش، تمام؟ ده اهم الفروق بين البرامج. يمكن انا ركزت على السينكرو والنفس وركس.
وبقيه البرامج يعني اللي عايز يشتغل بيها وحاسس مثلا فيه ميزه مثلا زي السعر زي فيهم مزايا طبعا ممكن يشتغل بيهم، بس انا عشان الاتنين دول انا اشتغلت بيهم بس فركزت عليهم.